رغم مرور آلاف السنين على بناء الأهرامات، إلا إن الجدل عن طريقة بنائها لسه مستمر لحد النهاردة، وكل كام سنة بتخرج علينا نظرية الحقيقة غير اللي قبلها، وده لأن الناس في العالم مش مستوعبين إزاي المصري القديم قدر إن هو يبني الأهرامات من آلاف السنين من غير تكنولوجيا أو آلات عملاقة زي اللي موجودة في عصرنا دلوقتي. وأكتر نظرية طبعاً تم ترديدها من علماء الغرب هي إن الأهرامات تم بنائها بالعبودية والسخرة، وإنها كانت رمز للظلم والاستعباد في مصر القديمة، وإنها كمان ما كانتش مقبرة للملوك، ولكن المصريين القدماء كانوا بيحاولوا إن هم يولدوا الطاقة منها. الاختلافات ما وقفتش عند نظرية العبودية والسخرة، لكن علماء الآثار اختلفوا على طريقة بناء الأهرامات نفسها ونقل الحجارة العملاقة اللي بيوصل وزن الواحد منها لعشرات الأطنان. وكان في جدل كبير جداً بين العلماء لتحديد عدد العمال اللي اشتغلوا في بناء الهرم لسنوات طويلة، لكن كل نظريات العبودية والسخرة خليني أقول لكم إن كلها غلط، كل ده ما حصلش. والحقيقة إن الملك خوفو حول مشروع بناء الهرم الأكبر إلى مشروع قومي عملاق قبل 4500 سنة، واللي قدم الدليل على كده دكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير. سنة 1999 اكتشفت بعثة آثار مصرية مقابر لعمال مصريين على بعد كيلو واحد من الهرم الأكبر، وده حصل بعد ما سائحة أجنبية وقعت في المكان ده وهي بتتفسح بالحصان بتاعها جنب تمثال أبو الهول. وعرفنا بعد كده إن المقابر دي كانت لمجموعة من العمال اللي شاركوا في بناء الهرم. وسنة 2010 اكتشف العلماء في نفس المنطقة مجموعة جديدة من مقابر العمال، وأكد زاهي حواس إن وجود مقابر العمال على بعد كيلومتر واحد من مقبرة الملك بيؤكد إن هم مش عبيد أبداً، بالعكس دول كانوا بيتعاملوا على إن هم رموز وطنية وكمان مشاركين في حدث عظيم، واللي بيأكد كده إن العلماء لقوا أثار لحياتهم اليومية زي الأدوات مثلاً اللي كانوا بيستخدموها لصنع الخبز وتكفيف الأسماك. ومش معقول يكونوا دول عبيد أو بيشتغلوا بالسخرة، لأنهم مستحيل يبنوا مقابر جنب مقابر الملك إلا إذا كان ليهم شأن عظيم في الدولة المصرية القديمة زيهم زي النبلاء والأمراء. وكمان العلماء لقوا برديات بتوضح وجود نظام لإسعاف العمال المصابين وإجراء العمليات الجراحية ليهم في حال إصابتهم وهم بيبنوا الأهرامات، ده طبعاً غير البرديات اللي بتوثق إن الأهرامات كانت مشروع قومي وإن العائلات الكبيرة في كل الأقاليم كانت بتشارك فيها. ومن أشهرهم بردية عثر عليها العلماء في منطقة الزعفرانة، وكان مكتوب فيها كل بلد هتقدم نوع إيه من الطعام علشان اللي بيبنوا الأهرامات يأكلوا ويكونوا في أحسن حال. البرديات دي وضحت كمان إن العائلات الكبيرة كانت مسؤولة عن إطعام العمال وإطعام أسرهم، وكمان كل عائلة كانت بتقدم مجموعة من أبنائها بالتناوب للمشاركة في بناء الأهرامات، وعلشان كده خرج الهرم الأكبر بصورة متقنة بسبب كل التفاني والحب من جميع الأقاليم المصرية اللي كانت عايزة تشارك في المشروع القومي العملاق واللي بيعتبر لحد النهاردة من عجائب الدنيا السبعة. وقدم العلماء المصريين دلائل تانية للرد على كل المشككين في بناء الأهرامات بالسخرة، وأهمها إن عقيدة الإيمان بالعالم الآخر والحياة بعد الموت كانت هي المسيطرة على الإنسان المصري القديم وهو بيشارك في بناء الأهرامات، وعشان كده كان بيبقى مؤمن جداً إنه هو بيشارك في عمل جليل من وجهة نظره الدينية، وهو توصيل الملك للإله العظيم في رحلته للعالم الآخر. وده اللي أكده دكتور زاهي حواس لما قال مستحيل إن العبيد يبنوا بناء عملاق بكل الدقة والتفاني اللي عليه الهرم الأكبر، لازم يكونوا بيحبوا اللي بيعملوه وبيقدروا عمله. لم أضرب إنساناً وقع تحت يدي قط، ولم أستعبد أحداً في العمل قط، ده آخر وأهم دليل على إن الأهرامات ما تبنتش بالعبودية والسخرة، لأن دي كانت كلمات واحد من الموظفين المصريين اللي كتبها على جدران مقبرته، والجملة دي بتؤكد إن المصريين بنوا الأهرامات حباً في ملكهم واعتقاداً منهم إن هم بيوصلوا للعالم الآخر بأفضل طريقة حسب المعتقدات المصرية القديمة. وبكده يبقى الكلام اللي بيقول إن الأهرامات بناها العبيد كلام ما حصلش،